بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة وأنا كتابة هاب النظمية مقابية أو سميسان لأن يرادة وي أخرستان ويلشو وي أخرستان وين حفديان ألماس نين كستو أكامي ده دقار رواية لكن لباتن إيو تدبا نين لباتن إيو تدبا إلما هيرير أو رقان ده أدانا يرق حوقي كوا وين با كتاب كدمي وأنا كتاب كتجويد كتاب آدي آد مهمة وتجويد كا قرآن كا إيا مخارج تيسا محانكو إرادايا مدود ده إيا وحي لامي ده نونو ساكنة مرك إن شاء الله هذا هو نوع آخر دونان حوجي، حوجي بإسلاق هذا دونان، عبارة مركي ودان إلى كتابك بدني هاي، موضوع دمائك على وقتي أسامحينين، كذب ويجوجين أيان امتحان بعلاقة هذا دونان إن شاء الله، نينكي كوب أسكو يلا بيصدح، صدح البوزيشن تذكر جلا، يا برايز كيري دون إن شاء الله، مركي وحاء نوع هذا دونا، أبو بكر محمد آذن إياه عبد مالك تهليل رجع كرنا ويلا جيبنا يعني إن شاء الله. My all of them way qaadayaan laakiin macnaa labada nin baa leeyir garaneysa sababtan ku doorteena way ugu cod qurxanaayeen ya qulu raji rahmatil ghafuri dawman sulaymanu huwa jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala muhammadin wa alihi wa man tala وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمطود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحق ست رتب فلتعرفي حمز فهاء ثم عين هاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة ناتت في يرملون عندهم قد تبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم سنوان تلا والثاني إدغام بغير قنة باللام والراء ثم ككررنا والثالث إدغام عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاتل من الحروف واجب للفاتل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمي هذا بيتي قد دمنتها شفت ثنا كم جاب شخص قد سمات طيبا زد في تقى دع ظالما تكبير